الأوكراني فالسبوغ الالماني في الدور الاوروبي اوروبا ليغ في الدور 16 شاهدنا كيفاش وين فالسبوغ وين ينهزم في الدقيقتين الاخيرتين في 89 في 90 شفنا كل شيء انقلب في نهايه الشوط الثاني نهايه المباراه وين شاهدنا الشوط الاول وين كان قوي في الشوط الاول وين شاختار وين رمى بكل ثقه لي امام فالسبوغ اللي ضيع اهداف خاصه بعد خروج جون وين نقولوا بلي دافيد اللي من جانب شاختار اللي خرج في الدقيقه 68 موراها جون اللي خرج في الدقيقه 70 من جانب فالسبوغ يعني كانت مباراه قويه مباراه كانت عنيفه جدا شنا اندريا من جانب شاختار الاوكراني في الحراسه شنا دوملاسون شنا كيفاش سيرجيو شنا دافيد شنا ميكالو شنا ماركو شنا تريس شنا الين مارلوس شنا كيفاش جونيور وين نقولوا بلي المدرب ما دارش تغييرات بزاف مدرب تاع شاختار اللي ما دارش تغييرات شنا كيفاش جونيور اللي سجل في الدقيقه 89 شنا مانوار كذلك اللي سجل في الدقيقه 90 بعد ذلك مباشره جونيور وين يسجل الهدف الثاني لفريقي الهدف الثالث لفريقي والثاني ليه هو وين شنا كيفاش فاليارو شنا بيرناو شنا يابان شنا مانوار شنا فيكتور سيرجيو يعني من جانب الاحتياطيين تاع الشختار شاهدنا كيفاش شنا كيفاش كوان شنا جون شنا ماريان شنا جيروم بعد خروج جيروم وخروج جوسيف دانييل وين المباراه انقلبت عاقب على راس وين شنا كيفاش كانت نقولوا بلي شختار وين عرف كيفاش يستغل خروج جون في الدقيقة 70 وين ضغطوا وين عرفوا كيفاش يضغطوا خاصة التغييرات اللي دارهم المدرب تاع شختار ولعب خطة هجومية محضة في الشوط الثاني وين نقولوا باللي لعب بثلاث بربع لعب ثلاثة ربعة ثلاثة شاهدنا كيفاش شخت فاسبورغ اللي تراجع للوراء ولعب بخطة وين الشوط الأول كان يلعب بخطة ربعة ثلاثة ثلاثة الشوط الثاني وين شاهدنا تراجع للوراء وقعد يلعب بخطة ربعة خمسة واحد يعني نقولوا بلي غلطة تاع المدافعين غلطة تاع مدرب تغييرات وين تلقاو ثلاث أهداف وين شاهدنا شختار في هذا الدور 16 الدور الأوروبي أوروبا ليغ وين يفوز بثلاث أهداف لصفر أمام فاسبورغ الألماني صحيح.